صباح الخير لكل المشاهدين بلبنان والعالم، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث. اليوم الخميس 25 تشرين الأول 2012، بصرنا أنه رحب بضيفي بهالحلقة معالي وزير السياحة فادي عبود. صباح الخير معالي وزير، أهلا وسهلا فيك. شكرا. طبعا اليوم الحكومة هي العنوان الأبرز بكل النقاشات السياسية، رح تشكل أيضا عنوان أساسي بحوارنا معك اليوم. هل تبقى هذه الحكومة؟ هل ترحل؟ هل يستقيل الرئيس ميقاتي أم يبقى؟ ما هي جدوى بقاء هذه الحكومة على جميع الصعد؟ وما هي مخاطر رحيلها؟ المواقف الدولية الإقليمية والمحلية من هذا الموضوع، طبعا أيضا انعكاس يعني التطورات الأخيرة على الوضع الأمني، وضع السياسة، وضع السياحي بشكل خاص، وما هو مصير الملفات التي بين يدي هذه الحكومة على رأس الملفات المعيشية والجلسة المرتقبة ب 31 تشرين الثاني. يعني هل ستبقى على موعدها؟ ما مصير كل هذه الملفات والاستحقاقات الأساسية؟ طبعا رح ندخل بكل تفاصيل هذه العناوين، ولكن بعد ما نتوقف مع موجز لآخر الأخبار نحن المشاهدين، بتوافينا في مباشرة زميل عبير. شكرا كاترين، أهلا بكم إلى هذا الموجز. أعلنت قناة الجزيرة نقلا عن ناشطين سوريين أن الجيش السوري الحر أسقط طائرة مروحية في ريف معارة النعمان بإدلب. في هذا الوقت أعلن المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الحكومة السورية ستصدر اليوم بيانا رسميا تعلن فيه وقف إطلاق النار. وكان مجلس الأمن الدولي دعا كل أطراف الأزمة السورية خصوصا حكومة الرئيس بشار الأسد إلى الاستجابة لدعوة الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى، مطالبا جميع الدول باستخدام نفوذها لوقف العنف. تواصل قوى 14 من أذار تحركها الضاغط لإسقاط الحكومة. وفي هذا الإطار يلتقي اليوم الرئيس فؤاد السنيورة السفراء العرب والأجانب المعتمدين في لبنان لإطلاعهم على موقف المعارضة من التطورات. ومن واشنطن حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من أي فراغ سياسي في لبنان قد تستفيد منه سوريا ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والعنف. ودعت كلينتون جميع الأحزاب إلى دعم العملية التي يقودها الرئيس سليمان لاختيار حكومة مسؤولة قادرة على مواجهة المخاطر. وزير الداخلية مروان شربل أعلن أن التحقيقات في اغتيال اللواء وسام الحسن لم تخرج بأي جديد بعد، لافتا إلى أننا لا نزال في مرحلة جمع الأدلة. ونفى شربل نفيا قاطعا رغبته بالاستقالة من الحكومة، مشيرا إلى أنه لن يعارض أي توافق على قيام حكومة جديدة أو تعديل حكومي لعدم الوقوع في فراغ أمني. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن من جهته أن كشف اللواء الشهيد وسام الحسن لقضية الوزير السابق ميشيل سماحة وجه صفعة لأطراف كانت تسعى لأن يكون لبنان مسرحا لإرسال رسائلها الإقليمية والدولية. واتهم جعجع في تصريح للوطن السعودي النظام الأسدي في التخطيط إلى جانب إيران بالضلوع في تصفية الحسن بتنفيذ من حزب الله. في هذا الوقت نقلت صحيفة الجمهورية عن دبلوماسي غربي أن 18 شخصية لبنانية في دائرة الخطر، متمنيا عليهم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر. وذكر من هؤلاء رئيس حزب القوات سمير جعجع، رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، الوزير السابق الياس المر، اللواء أشرف ريفي، النائب بطرس حرب، إضافة إلى عدد من نواب تيار المستقبل، لا سيما السنة منهم ومنسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار فارس سعيد. في السعودية يقف أكثر من مليوني حاج اليوم على صعيد عرفات ليتم بذلك مناسك حجهم. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إن 75% من ضيوف الرحمن نقلوا بالسلام إلى مشعر منى حيث أمضوا يوم التروية. نهاية هذا الموجز، شكرا للمتابعة. وقفة إعلانية ونعود بعدها لمتابعة الحدث والزميلة كاترين، فإلى اللقاء. برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وبسرنا أن نرحب مجددا أيضا بضيفي معالي وزير السياحة فادي عبود. أهلا وسهلا فيك من جديد معالي الوزير. شكرا. هل ستبقى هذه الحكومة وإلى متى رغم كل ما يثار حول يعني مسؤوليتها أخيرا عن اغتيال اللواء وسام الحسن وعن يعني كل ما آلت إليه الأوضاع في البلد على جميع الصعد؟ مسؤولية الحكومة عن مقتل اللواء وسام الحسن، شهيد اللواء وسام الحسن، برغم أن الحكومة أعطت يعني كل الدعم
للواء الحسن واعتبرت فرع المعلومات هو فرع أساسي، أعطيته 2000 عنصر جديد، كل اللي انطلب انعطى، وبالتالي يعني ما بدنا ننسى أنه هو كان المسؤول المباشر عن هذا الموضوع. هلأ حكومة الرئيس السنيورة اللي صار فيه بعهده أكثر من 10 اغتيالات ومحاولات اغتيال، هل هي كانت مسؤولة؟ وهل اليوم إذا أجت الحكومة الموعودة ساعة هي حكومة حياديين، ما بعرف من أجيبهم بركي من أستراليا أو من كندا، هلأ منحكي حكومة حياديين أو حكومة تكنوقراط أو حكومة اقتصاديين أو اللي هو ستقدر تضمن هي أن توقف الاغتيالات بلبنان وبالمنطقة أو توفق تدفق سلاح حزب الله. كل سلاح حزب الله والأربعين خمسين ستين ألف صاروخ اللي هني إجوا بفترة حكومة المئاتي، الطروحات اللي عم تنطرح بده يكون المواطن اللبناني ساذج جدا لتقنعه أنه كل ويلات المنطقة والربيع العربي والحرب الأهلية في سوريا وكل ما يحدث هو بسبب حكومة المئاتي. وإذا راحت حكومة المئاتي وجد حكومة هن راضين عنا أو هن منا، بتنتلق قتلات لبنان، بزيد الصادرات الصناعية، وترجع الأمور إلى مجراها الطبيعي، وبيخلص الحرب بسوريا. بس هي مسؤولية معنوية مع علي الوزير بالعادي، إنه هذه حكومة بالعادي يقال إنه بكل دول العالم بس يصير جريمة بهذا الحجم يستقيل وزير داخلية، يستقيل وزير وزراء المعنيين. بالناين 11 مين استقال بأمريكا؟ بالهجومات الإرهابية على بريطانيا مين استقال؟ بظروف يعني مثل اللي احنا مرقت علينا، واغتيال رأس الأمن في لبنان، عادة تتضامن المعارضة مع الموالاة لتقطع هالمرحلة هاي، علما انه الجميع كل اللبنانيين بيعرفوا انه هذا الموضوع لا علاقة له بمن هو على رأس الحكومة، او هذا موضوع اكبر بكتير، موضوع اقليمي وموضوع يعني عشناه على فترة 30 سنة في لبنان، موضوع الاغتيالات أكثر كمان، الاغتيالات السياسية اللي هي بدأ الحرب باغتيال سياسي ولم يتوقف إلى يومنا هذا. فبدنا نكون شوي واقعيين. هلأ إذا بالواقع ما حدا متمسك، لا رئيس الحكومة ولا الوزراء المعنيين متمسكين بالحكومة، بس أنا خدمت بهاي الحكومة، خدمت بالحكومة اللي قبلها، وبقدر أقول لك أن هذه الحكومة إنتاجيتها يعني إذا بدنا نقارن على الحكومة اللي قبل أفضل بكثير. فهيدا كله يعني اختصار كل مشاكل لبنان والمنطقة والاقتصادية كلها تسوى بهالحكومة هاي. في كتير من يعني الفجور السياسي الواضح عند الجميع، وبعتقد أكثرية الشعب اللبناني الواعي المحلل المراقب بيعرف أنه هيدا هجوم بالسياسة لا علاقة له بالأمور الأخرى. ولكن هذه المعارضة هي المستهدفة اليوم، يعني عم تقول أنه بالعادة يجب أن يحصل تضامن بهكذا ظروف استثنائية، ولكن كيف لها أن تتضامن يعني مع هذه الحكومة بوقت أنه هي المستهدفة أولا باغتيال اللواء الحسن، وثانيا بمحاولات اغتيال السابقة يعني، وبلوائح اغتيال عم بلش نسمع فيها 18 شخصية مهددة بالمرحلة اللاحقة. من اغتال اللواء وسام الحسن؟ ما بعرف مين هني عم بيقولوا سوريا. عظيم، لا نعتبر القول اللي هني عم بيقولوا صحيح. في غاية من وراء هالاغتيال صحيح؟ شو هي الغاية؟ خلينا نسأل هلأ على الهوى، شو هي الغاية من اغتيال اللواء الشهيد؟ عم ننفذ الغاية. إذا كانت الغاية هي إشعال حرب مذهبية مثل ما هني بيقولوا، لأن الحرب المذهبية بتخفف الضغط على سوريا وبتحول الأنظار إلى مكان آخر. إذا كانت هيدي الغاية، فهل هو بيقولوا بالإنجليزي it takes two to tango، بترقص التانجو بدك واحد بيبيلك، عرفت كيف؟ بحاجة لشخصين. فبالتالي هل نحن اليوم عم ننفذ ما تم التخطيط له من وراء اغتيال اللواء وسام الحسن؟ لا، استقالة الحكومة تؤدي إلى الفتنة المذهبية يعني، أو أي يعني أي فراغ ما هدف إليه أي فراغ الذين اغتلوه؟ أي فراغ يؤدي إلى اهتزاز السلم الأهلي بقطع النظر إن كان يعني شفتي أنت الدعوة نهار الأحد، شفتي الشارع شو عمل، وكتر خير الله لوجود الجيش في لبنان اللي بعده حقيقة يعني محترم من كل أطراف لبنان اللي قدر نزل سيطر على الوضع. ولكن نحن بدنا نسأل كل يوم نفسنا، كل من نام وكل من قوم بدنا نتذكر
أنه من يخطط لخراب المنطقة ولخراب لبنان هو من يريد حروب مذهبية، وهالحروب المذهبية ستؤدي حتما مثل ما صار في عندك بالعراق كردستان وبغداد جمهورية لحد ما لوحدها والبصرة يعني إلى آخره إلى آخره. طبعا السودان نفس الشيء، ليبيا هلأ كمان مهددة يعني بالقصمة. فبالتالي من يريد مارونستان وسنستان وشيعستان وعلويستان وإلى آخره في هذه المنطقة، مين له مصلحة بهالشيء؟ تعال نسأل يلي وراء هالاغتيالات ووراء. وطبعا أنا لا عم بتهم ولا عم برر، نعم، ولكن هل من ضرورة أن يكون الفراغ هو البديل؟ يعني ألا يمكن التوافق على يعني حكومة بديلة مثلا؟ جهود رئيس الجمهورية عم تعمل تصب في هذا الإطار. لولا كان الفريق الآخر قبل بحكومة وحدة وطنية ما كنا وصلنا لهون بالأساس. ما بالأساس اللي كان وقت اللي صار ما يسمى بالانقلاب، أوكي، وما يسمى بالفرد المحطوط برأس وليد بيك جبلاط. طبعا هذه تسميات يعني كأنه هالأسلوب يعني تغير. وقت اللي كانت تتألف الحكومات بظل الاحتلال السوري كانت كلها بظل زهور ورود برؤوس الآخرين، مش فرودة برؤوس الآخرين، شيء سخيف يعني. لا هن عم بيقولوا وقتها، ما بدنا نرجع هذا على شيء سابق، ولكن هن بوقتها قالوا لأنه القمصان السود، ويعني ما تغير بالدعوة للاستشارات النيابية اللي قلبت النتيجة، يعني كانت بمكان وأصبحت على 20 سنة في مكان آخر. كيف كانت تؤلف الحكومات في لبنان؟ 20 سنة الحكومات يلي كان فيها من هم بالقوة، يعني هالرفران اللي برددوها يوميا انه كان الفرد براسنا ايام الوجود السوري. طب في ناس فلت من لبنان، في ناس فلتت على الحبس بلبنان، اذا هودي بده يحكوا عن الوجود السوري يمكن لهم حق. بس من تعاون يعني هلا النظام السوري بعشرين سنة كان نظام ديمقراطي يحترم حقوق الانسان، وهلا تحول الى نظام غير هيك، يعني كمان هيدي القصة صعب تصديقها. فلنرجع للموضوع، حاج بقى أنعين أو المحاولة بإقناع اللبنانيين باستقالة حكومة الرئيس مئاتي تنحل كل المشاكل، يعني عرض غير مقنع للناس. ما بتنفس احتقان معين اليوم في الشارع المعارض في لبنان مع الوزير؟ إذا نفست معلش الحكومة الذي يعني عم بيبشروا اللبنانيين فيها ستكون حكومة مثل ما شفنا بالتحركات، شفنا على تمثال الشهداء بساحة الشهداء على الجيش السوري الحر، أوكي، وشفنا الأعلام يلي كانت مشتركة. فبالتالي كيف ما بدك تشوفيها ستكون حكومة أكثر صداقة لما يسمى الثورة في سوريا أو الجيش السوري الحر. سنة عم بيدعو إلى حكومة إنقاذية حيادية يا سيدتي، وليس إلى حكومة 14 أذار أو حكومة معارضة. عظيم. هالحكومة الحيادية أنت برأيك هيدي الحكومة مش قادرة توقف تهريب السلاح بالاتجاهين، أوكي، ومش قادرة تقول له لحزب الله يلي المطلوب برأيهم أنه ينقال سلموا سلاحكم وإلى آخره، ويعني كل الاتهامات مش قادرة تدير الاقتصاد ومش قادرة تفرض سيطرة على الشارع. الحكومة الحيادية، لأنه إذا بدها تكون حيادية مزبوط بدنا نلملمهم من كندا اسمه من بريطانيا يمكن، مش من لبنان قصدك يعني؟ سيدتي في بلبنان حدا محايد؟ لا، البعض بيقول انه مثلا شخصيات شبيهه بشخصيات الوزير مثلا السابق بارود، الوزير الحالي، وزير الداخليه، وزير الاعلام، يعني بعض الشخصيات يلي فعلا لا تمثل جبهه سياسيه او طرف، شخصيات يعني 8 او 14 على راسي على راسي على راسي. هيدي هالشخصيات هاي اللي بنكن لك الاحترام، والى حد ما انا بعتبر نفسي منها. أنا طبعاً مع تكتل أحترم وأجل وأوافقه بالسياسة 100%، بس غير منتسب يعني. هالشخصيات هاي رح بيكون عندها السلطة والقوة تحرك الأرض. هيدي الشخصيات اللي بدها تجي مثلاً إذا صار في مثلاً يعني إضراب مثل إضراب الكهرباء أو أي إضراب آخر، هي رح بيكون عندها القوة والسلطة إنها تقدر حقيقة تحكم. هيدا كلام ببلد مثل لبنان، يعني أضعف فئة فيه هي الفئة المهمشة يلي هي الفئة يلي على نفس المسافة من الجميع، لأنه نحن بنعرف بس تجي المصالح السياسية بتجي المصالح السياسية. فهل في عاقل في لبنان يعتبر أنه هذه الحكومة رح تقدر تسيطر على الشارع، رح تقدر تحسن الوضع الاقتصادي، رح تقدر تتعامل مع المصيبة اللي حالة على سوريا باستقلالية تامة؟
رح تقدر بالحقيقة النكتة تبع النائب النفس هي أفضل سياسة ممكن يتبعها لبنان، لأنه أي شيء بيحيد شوي، نحن ماشيين بحق الألغام، بيحيد شوي قد تندرع الحرب مش بس داخليا لكن بيننا وبين الجيش النظامي، بيننا وبين دولة سوريا. بس ما تروح أيضا حكومة إنقاذية أن تكون حكومة أقطاب، يعني عم نسمع أيضا هذا الاقتراح، هل هذا أيضا يعني لا يمكنه إنقاذ الوضع أو أن يشكل فعلا حكومة بديلة إنقاذية في هذا الظرف الاستثنائي؟ بالقناعة اللي عند الفريق الآخر، الفريق الآخر صرح قبل وصرح مبارح وكل يوم واليوم أنه هو ضد حكومات الوحدة الوطنية. تم تجريب حكومات الوحدة الوطنية، حكومات الوحدة الوطنية ترويكا وبرويكا وسرويكا ومرويكا، ويمكن بوفقهم الرأي، يمكن أنا بوفقهم الرأي، ما أدت إلى نتيجة، أدت إلى في قالب هالجبنة، قالب الجاتو سميه ما شئتي، وبتصير الصراع بقلب الحكومة، كل واحد حسن شقفتي من هون بحسن شقفتي من هون. الأقطاب نفس الشيء برأيك مع الوزير؟ ليش هلأ الحكومات كلها اللي أجت من وين؟ مش من أقطاب. بس لما بيكون يعني القيادة الرئيس هو الموجود يعني على في الحكومة، ألا يختلف الوضع يعني؟ قد يكون أسوأ، لأنه في عندك شيء اسمه بافر زون، يعني في عندك هيك مساحة للأخذ والعطاء، ويتحول هالمواضيع إذا بدك الأساسية إلى طاولة الحوار. سو في عندك حكومة الأقطاب ممثلين فيها، وفي طاولة الحوار الأقطاب موجودين عليها. يمكن هذا أفضل بهالظرف اللي احنا مارقين فيه من أنه تنتقل، لأنه أي خلافات أساسية على طاولة مجلس الوزراء تتحول إلى إذا بدك يعني تجميد الوضع، عرقلة الوضع. هيدا الموضوع دائما ليش الأقطاب بيكونوا الملوك يلي قاعدين، عرفتي كيف؟ بالظل، لأنه هيدي كمان إلها دور أساسي إنه ما نجيب الخلافات هيك بالمباشر على طاولة مجلس الوزراء. كل يلي أنا سمعته كرجل اقتصاد كرجل أعمال وكوزير بثلاث سنين الأخيرة، لم أقتنع بأي طرح بأنه كل هيدي المشكلة مرتبطة بالحكومة. أنا بشو مقتنع؟ مقتنع أنه بدو الانتخابات أنها تجري إذا جريت على قانون الستين. أنا مقتنع أنه بدو يخربطوا ويوقفوا التحقيقات البلية بأي شكل اللي كان بالوزارة. أنا مقتنع في عدة قوانين بدو يعرقلوها اليوم بمجلس النواب. وأنا مقتنع بشي واحد، قوم بتقعد مطرحك. هيدا الهدف يعني برأيك؟ واضح. لهن هلا بدهم ما عم يطرحوا ابدا ولا مره حكومه 14 اذار يعني قبل الانتخابات. سيدتي هلا اذا صارت الانتخابات وانقلبت الاكثريه هذا موضوع اخر، ولكن من هلا للانتخابات خلينا نحن اذا بدنا ناخذ نحلل شخصيات هالحكومه، اذا بناخذ مثلا الوزراء اللي اقترحهم فخامه الرئيس، او الوزراء اللي اقترحهم رئيس مئاتي، اوكي، او حتى يعني الوزراء اذا بدنا ناخذ يعني حصة الطائفة السنية، أول مرة بتاريخ الطائفة السنية في عندها ست وزراء بدل بيكون عندها خمس وزراء مثل الطوائف الأخرى، يعني عرفت كيف؟ الشخصيات يلي هي موجودة بهذه الوزارة هي الأكثر تطرفاً عند كل الموجودين. بالعكس، وإذا شفت كل شيء انطرح، يعني معلش إذا بدنا نحكي، خلينا نحكي على الموضوع المكتسبات، خلينا نسميها المكتسبات السنية الأخيرة في العشرين سنة الأخيرة، هل تناقصت في عهد الميقاتي مع حفظ الألقاب طبعا أو تزايدت؟ يعني إن بالنسبة للتعيينات، إن بالنسبة للتريبل أس، سوكلين وسوليدار والسوق الحرة بمطار بيروت، إن بالنسبة لأي موضوع له علاقة بالموازنة بالمناطق باللي بدك إياه، هل تناقص؟ هذا هو المعيار مع أبداً الوزير، يعني أبداً. إنه أين هي المصلحة السنية في يعني هذا هو المعيار اللي عم ينطرح على هذا هو المعيار الوطني والقومي؟ حتما لا، هذا هو المعيار اللي عم ينطرح أنك أنت ما بتمثل السنة. فهذا الموضوع إذا نحن بدنا ناخده من هالمنظار الضيق اللي أنا بتخيلك بتزيدي علي، لأنه أنا ضد كل هالتقسيمة الطائفية المذهبية، وهيدي جابت ورح بتجيب إخرة بلادنا، يعني لأنه بظل هاي ما ممكن تقدر تخلق أي مجتمع موحد. نحن قربت إخرتنا، بس الأجيال اللي عم تربى هلأ، أجيال عم تربى بمدارس مش شايفة واحد من مذهب آخر بالمدرسة اللي هي فيها، هيدا برأيك فورمول لبعد 50 سنة ينتج عن هالفورمول مجتمع موحد؟ يعني تسمعي بعض الأحزاب بس يطلع كلام
رجل دين مش عزوقة بتقول رجال دين مش لازم يتدخلوا بالسياسة، وبتلاقيهم ببعض الأحيان يرحبوا ببعض مواقف سياسية صادرة عن الدين. ولكن مع الوزير هذه المكتسبات يلي تفضلت وحكيت فيها، يعني كمان يعني يؤخذ على الرئيس ميقاتي أنه هو سعى إلى المزايدة بهذا الخصوص حفاظا على شعبيته صنيا، ولكن هنا عم يحكوا بأرقام، يعني أنه إذا ما ناخد كأكثرية نيابية أنه الأكثرية الصنية في مكان آخر وليست عند الرئيس ميقاتي، يعني انطلاقا من هذا الاعتبار وليس من يعني من سيدتي يحفظ مصالح السنة أكثر. الأكثرية المسيحية عند فخامة الرئيس، الأكثرية المسيحية عند الدكتور جعجع، الأكثرية المسيحية عند فخامة الرئيس جميل، الأكثرية المسيحية حتى كل المسيحية عند جنرال عون. هالأكثريات هيدي في فورمول، في لعبة، هي المشاورات لتأليف حكومة. نعم في كتلة وليد باك جنبلاط تركت من مكان إلى مكان آخر. هلا هيدا التفسير انه هيدا انقلاب وهيدا وهيدا وهيدا، ما كل الحكومات السابقه ما كانت جاريه على هالموضوع؟ الحكومات السابقه ما كانت، لا تواخذيني بهالكلمه، يعني سارقه بتحفظ، يعني مش الكلمه البعنيه بمعنى السرقه بس شو سرقه شو؟ عشرات النواب يلي ما بيمثلوا هن الاكثريه بيطوقفهم. فهيدا الموضوع اللي كان عامل اكثريات بالسابق، هيدا الموضوع هو موضوع اذا بدك عادل ونظيف وحلو وابيض، والموضوع هيدا اللي احنا اسمه انقلاب وامصان صوت. معلش يعني طيب معالي الوزير، اذا الحكومه باقيه، طيب ماذا لو يعني توالى مسلسل الاغتيالات؟ انا ما قلت هيك ابدا، يعني بقاء او عدم بقاء الحكومه لا راي عندي، لانه هيدا موضوع ما فيه حلل، يعني انا بعرف حلل بس ما بعرف اتنبأ. مش شغلتي اني اتنبأ، بس يبقى في معطيات تؤشر، يعني المعطيات الدوليه اليوم والمعطيات اللبنانيه والمعطيات للشعب اللبناني، لانه هلا كل من يدافع على الحكومه من وزراء ومن نواب ومن شخصيات سياسيه، شو نقطه الدفاع او خط الدفاع الاول؟ انه طلع السفير البريطاني، طلع السفير الفرنسي لانه في اقتناع انه قرار بقاء الحكومه او رحيلها ليس قرارا محليا، وانما قرار دولي. بسذاجتي السياسيه وسذاجتي الفكريه عم بقول انه اليوم اذا درنا عدلنا دستور لبنان وصار الاستفتاء جزء من 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 عمليتنا الديمقراطيه، انا اقول انه بالظرف هيدا اكثريه الشعب اللبناني مع بقاء حكومه في هيك يعني نوع من اذا بدك تمرير الوقت، عم بحكي بالسياسه وعم بحكي تحديدا بما يتعلق بسوريا. اي حكومه اليوم موجوده بلبنان تقحم نفسها اذا كانت هالحكومه قلبيا وعقليا، انا فيي قلك انه بالواقع الرئيس بيأتي واكثريه الوزراء في هيدي الحكومه منن يعني كاتيجوريكلي مع او ضد النظام السوري، قاعدين بقناعه بقول لك نحن هالموضوع اكبر منا. قلت لي اكثريه الوزراء هيك اكثريه نعم. طبعا باستثناء يعني طبعاً وزراء حركه امل وحزب الله. طبعا انا قلت الاكثريه حتى البعض يلي كان عندهم اذا بدك باع طويل بالتعاون مع مع, مع سوريا، مش بقول لك بالظرف اللي نحن فيه هلا. فهل الشعب اللبناني، يا ريت حدا منكم بيطرح استفتاء تلفزيوني موضوع، هل الشعب اللبناني مع حكومه يكون موقعها وموقفها يعني تعمل بافر زون بمنطقة البقاع والشمال لتساعد الجيش السوري الحر وتسلحه وتدعم الثورة أو الثورة المسلحة لتغيير النظام في 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 سوريا؟ أنا بقلك أكثرية الشعب اللبناني من بعد بداء وتلوع بقلك هيدا حق الألغام، خلينا نبعد لبنان عنه، خلينا نشوف مثلا تمريرا لهذه المرحلة. إذا بتطلع اليوم دور دبي كوزير سياحة، أنا في قلك بتطلع على دبي وبتطلع على تركيا وبنام على فرشتي وبصير هيك يعني إلى حد ما بيحكمني يأس إنه كل هالمحاولات لنقدر نحن نستفيد من الوضع الإقليمي بدون ما نقحم نفسنا بهالموضوع هي يعني ما نجحت. فبالتالي أنا بقول الشعب اللبناني إذا ما كان عندنا شخصية مثل الرئيس نجيب ميقاتي، لازم نفتش على شخصية مثل الرئيس نجيب ميقاتي اللي بيقدر وسمح لنفسه وبتاريخه وبمن يمثل
قدر انه يحافظ على بالانس. بتعرف اللي ماشي على الحبل بيبقى حامل هالقصبة الطويلة وبصير يعمل بالانس فيها. يعني اليوم المجتمع الدولي يدعم شخص الرئيس ميقاتي اكثر مما يدعم الحكومة الحالية بكاملة، لانه عم نسمع انه هن يعني الغرب متمسك بالرئيس ميقاتي تحديدا. هيدا كلام شرق اوسطي بعقلنا نحن يلي دائما مؤمن بالوكالات الحصرية، عرفت كيف؟ يعني مؤمن الاوروبيين والغرب إكس إجراج آ بي سي، هيدا كل ما بيعني له شيء، بيعني له موقعه ومصالحه بالمنطقة وكيف بده يحافظ على مصالحه بالمنطقة. وإذا ولعت هيدي المنطقة في إلها ترددات على الأويل السبلاي تبع المحروقات وإلى آخره، من هالباب المصالح استراتيجية الأساسية للغرب. فلان 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 ما بيعني له شيء، فلان بيكونوا شوفي الأنظمة اللي كانوا داعمينا. وين كان الغرب عند سقوط رئيس مبارك؟ عرفت كيف؟ يعني نعم، بس في مراحل معينة بيكون في أشخاص مدعومين، يعني مثلا مثل اليوم بسياستهم وليس بشخصهم. إذا سياستهم يعني متقاربة للطريقة اللي بتشوفوها أنه هي أساسية لألهم بهذه المنطقة بيدعموه، بس هذا الشخص أنه بيدعموه إذا كان هذا الشخص تحول بأي شكل من الأشكال إلى عدم دعم سياسته، مثل ما عم بيصير بالنظام اليوم نظام السوري. شو صاير في قلبه؟ نظام السوري ما كان يتمتع بالدعم الغربي، فات بدعس على رقبة الغرب على لبنان. ولو نحن طب يعني اليوم سياسة الرئيس ميقاتي مدعومة أمريكيا، هي سياسة النائب النفس. طب شو موقفكم كاكا يعني وزراء في هذه الحكومة؟ يعني حتى بشكل عام يعني في وزراء ممانعين، وزراء معارضين بشكل كامل للسياسات الأمريكية. كيف نفهم هون أنه اليوم هذا الدعم الأمريكي بشكل أساسي، لأنه اليوم الأمريكيين يعني يمثلون الدولة الأقوى في العالم، يعني هم يلعبون دور أساسي في بقاء هذه الحكومة بشخص الرئيس نجيب ميقاتي؟ إذا بدك حرك لك ذكرتك شوي، اسم حكومتنا كانت حكومة حزب الله، حزب الله اللي مسيطر عليها. فبالتالي حتى الغرب مع الممارسة تأكد لا حتما منا حكومة من لون واحد، كمان هالتهمة الثانية. حتما في نقاش حاد على طاولة مجلس الوزراء بعدة أمور ومنوصل له، وحتما الغرب عم بيرجع يعيد حساباته بالشرق الأوسط الجديد. يعني اليوم للمتفرج بيجي، هل ما بعرف يعني تونس يلي كانت محكومة من ديكتاتور يعني بذكرك بتشاوشيسكو إذا بدك، هل اليوم الوضع الاقتصادي والسياحي وحقوق الإنسان والديمقراطية بتونس وحقوق المرأة كل هيدا بتونس اليوم أفضل مما كان عليه في ظل الدكتاتور المجرم؟ قد يكون من المبكر كمن الحكم، يعني لأن بالعادة الثورات تمر بمراحل صحيح يعني قبل صحيح. أن تنضج. يعني نحن في عنا يعني تحولت كل الثورات إلى إذا بدك يعني حكم شرعي، حكم شرعي والرجوع إلى الدين حق بالديمقراطية. العالم إلا حق هي تنقل بدية، بس هل بالمنظار الغربي زدنا من الديمقراطية أو نقصنا من الديمقراطية؟ هل مثلا العودة إلى الشرع والزواج الشرعي في تونس هو أفضل بمنظار غربي؟ بس هون معالي الوزير عفو، ما بدنا ننسى أنه هيدا الحكم يلي هلأ عم تحكي عنه يعني بأكثر من دولة عربية شهدت ثورات، أتى للمرة الأولى منذ سنوات عديدة بانتخابات. يعني لأول مرة مثلا تجرى انتخابات في مصر، بيروح الشعب المصري بنقي، هو اختار. يمكن هذا الحكم الشرعي بعد 4 سنين بس تنتهي الولاية، كمان هذا الشعب أصبح بإمكانه أن يحاكم القاضي، ويمكن ما يرجعوا هؤلاء يعني المسلمين المتشددين أو هؤلاء يعني الفئة من الشعب المصري سيدتي. مثلا إلى الحكم. يعني هذا بحد ذاته قد يكون إنجاز ما كنا نشهده سابقا. عدم الحفاظ على الأقليات، بس أقول أقليات لا عن الأقليات الدينية فقط، يعني في عندك أقليات تونس من مذهب ودين واحد مش هيك؟ عندك أقليات مثلا علمانية، أقليات هي من دين الدولة بس علمانية. اليوم في نقص بالتعامل، يعني كل الأقليات اللي موجودة حقوقها منا واضحة ديمقراطيا، والانتخابات اللي جرت كلها انتخابات أكثرية وتمولت من بعض الاتجاهات
اللي كل المنطقة شايفتها. فإذا بناخد احنا نتيجة حرب العراق ونتيجة جورج بوش والأنابل الذرية المخبيون صدام حسين، واللي كل العالم كان مقتنع أنه في أنابل مخبيون صدام حسين، شو كانت النتيجة؟ تهجير مليون مسيحي من العراق، عرفت كيف؟ وتقسيم العراق. فنحن اليوم بدنا ننظر للموضوع، هل نحن حقيقة بدنا مثل ما سميت لك يوم بأول حديث كردستان وعلويستان ومارولستان وإلى آخره، أو حقيقة بدنا دول تعتمد على ديمقراطية حقيقية، على حقوق الأقليات مهما كانت دينية أو غير دينية، وبالواقع تكون صديقة للغرب. هلا انت بلشنا نحن بهالموضوع انه موقف الغرب من رئيس التغير، من التغيرات المنطقه اللي تسوى، لانه معلش يعني اليوم حتى الغرب عم بتلاقي في حسابات جديده بما يحدث في سوريا، لانه اليوم النظام اذا كان متهم بعمليات ارهابيه والبدكية يلي عم بيحربوا النظام نفس الشيء، يعني مش انه حقيقه يعني جابوا اذا بدك ديمقراطيه جديده وامل جديد، عم بيستعملوا الاساليب نفسها. فبالتالي اليوم التغييرات مش ضرورية في الشرق الأوسط، ضرورية بكل الشرق الأوسط، من الملكيات إلى ما كان يسمى ديمقراطيات مزيفة. وهذا الموضوع طبعا كلنا لنا مصلحة بربيع عربي حقيقي بعدنا كلنا عم نفتش عليه. فبالتالي ما حدا يعول على مواقف الغرب. كنت عم بوصف لك أنا أنه اليوم أغلبية اللي عطيوا رأيهم ببقاء أو عدم بقاء حكومة الرئيس مئاتي هي من موقف الغرب منها ليس إلا. أصلاً حتى موقف الغرب بشكل أساسي الموقف الأمريكي ملتبس نوعاً ما، يعني لما زاروا السفراء الأجانب رئيس الجمهورية بيّن أنه يريدون بقاء هذه الحكومة. بالأمس متحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند بتقول أنه ندعم قيام حكومة جديدة، بترجع الوزيرة كلينتون بتقول أنه نخشى من الفراغ. طب تنأخذ هالنظرية حللها أنا وياك، شو بدهم الأمريكيين برأيك؟ هني مش عارفين حالهم شو بدو، لكن الأمريكيين يعني بعض الدول الأوروبية الثانية فرنسا بريطانيا لها تاريخ بهاي المنطقة، لها تاريخ من التعاطي، بتفهم شو يعني درزي، شو يعني ماروني، شو يعني شيعي، لأنه unfortunately سوء حظنا بقينا بهالدوامة نحن تبع مذهبنا وأدياننا وإلى آخره. بتفهم الواقع، بتدرس تاريخ. مشكلتنا مع الأمريكان إنه بعين وحدة وبدين وحدة، هالدين والعين تسمع إسرائيل فقط، وجهة نظر إسرائيل بالسياسة الخارجية الأمريكية للمنطقة أو تتبنيها. إسرائيل طبعا بدها تعمل مصلحتها، نحن عم نحكي بلعبة أمم. بعدد الكل، كل الفرقاء اليوم مقتنعين أنه في مصلحة لإسرائيل بهيك الدولات اللي سميناها مارولستان والآخرين. إذا كلنا مقتنعين إنه في مصلحة لإسرائيل بهالموضوع، ليش في مصلحة لإسرائيل؟ لأنه إسرائيل بعدها عم تقول أنتو شعب يا غرب أي ديمقراطية عم تحكوها، هودي العالم العرب ولا ممكن يقدروا يعيشوا، هودي بعدهم كلهم متزمتين مثلنا ومثلهم، يعني نحن هيك كمان دولتنا دولة يهودية، ما بتركب الدول بالشرق الأوسط إلا هيك. فما تضيعي وقتك يا أمريكا، خلونا نسهل لهم بشكل أو بآخر تيوصلوا لهيك، يعني مجموعات تتقوقع على بعضها، انتم بترتاحوا ونحن بنرتاح، وهيدا هو الشرق الاوسط الجديد اللي بيبني على ناس حابه عن جهل او عن فهم تعيش مع بعضها بمع دينا فقط لغير، والباقيين بده يكون يعني دورهم اقل. هالموضوع هيدا هو حقيقه هيدا الشرق الاوسط الجديد يلي عم ينطبخ. شو بدهم الامريكان؟ unfortunately عم دائما لسوء حظنا، سوء حظنا من 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 سخافتنا وعدم وجهلنا بالتعامل مع الغرب وتبيان قضيتنا بطريقه، يعني انا ضد العداء لامريكا كليا، بالعكس انا برايي نحن لازم يعني نشن يعني نقبل بالحرب يلي بيننا وبين اسرائيل لكسب الراي العام الامريكي. وانا برايي نحن مقصرين كثير، لم نعرف نخاطب الغرب. حتى بتشوف رجال السياسه تبعنا بس يحكم على الغرب بيحكم بالاصبع وبيحكم بالهيجان، وهذا الغرب بدك تحكيه بغير لغه كلية. بس شو بدهم الأمريكيين من لبنان تحديدا معالي الوزير؟ ولماذا يدعمون حكومة الرئيس ميقاتي؟ مش شايفين لبنان خوفهم على الاستقرار فقط؟ سيدتي صدقيني مش شايفين لبنان، شايفين لبنان جزء من منطقة غنية بمواردها الطبيعية. الغرب بحاجة للمحروقات للخمسين ستين سبعين سنة القادمة، لأنه طبعا كلهم عم بيدفعوا مليارات للريسيرش ديفلوبمنت ليخففوا اعتمادهم على المحروقات، ولكن
بالستين سبعين سنة الجايين بحاجة لمحروقاتنا. بس تخلص محروقاتنا مش حدا يتطلع فينا، منصير مثلنا مثل أسوأ يعني بلد ما حدش عم يتطلع فيه إذا بدك بأفريقيا أو غير أفريقيا. فبالتالي اللي بدهن إياه ما حدا يضيع البوصلة. اهتمامهم بهذه المنطقة مرتبط بموضوع النفط. لبنان بده يسهل الأمر، ولبنان هلا في مسيحيه فيش مسيحيه، في هذا ما فيش هذا، يعني هذا تفصيل بسيط. كيسنجر واضح يعني يحن البوبير، تفضلوا ابروا طلعوا بالبوبير، عملتوها بال 1860 وعملوها هلا وحلوا عنا، انتم كم مسيحي هون بدكم توجعوا راس العالم. واللي حوالينا اذا الملفت كثير بالويك اند اللي صار انه طلع اصوات سمعناها من طرابلس من يلي مخيمين على حد بيت رئيس مئاتي انه في جمهورية لبنان الإيرانية وجمهورية لبنان اللبنانية، نحن بدنا نقعد بجمهورية لبنان اللبنانية. شو تفسير لهذا الموضوع؟ يعني بحلقة كلام الناس اللي أنا كنت فيها كمان بيطلع أصوات عم بتقول شو سلم أهلي، عمره بيكون سلم أهلي، نحن بدنا الطلاق العادل. هلأ وقت بصير الطلاق بتفتشي على العدالة بعد الطلاق، بدك تفتشي على العدالة بينك وبين جوزك، بدك تكون عدالة قبل الطلاق. نعم هذه العبارات لاقت أيضا معارضة يعني من بعض أقطاب 14 أذار. هون بهذا الجو، بهذا الجو بعد ما حدا سمع الصوت المسيحي. الصوت المسيحي اليوم الأكثر تقدميا، يعني الصوت المسيحي القومي والصوت المسيحي البعثي والصوت المسيحي إذا بدك الشيوعي. هالأصوات المسيحية اللي بآمن العلمانية 100% صارت تقلك يا عمي أنا بدي شي بأخي، تركوني وحدي بدي أكل جومبون، بدي مرتي تلبس مايو حلو عني خي، بدي أشرب مبيد ببيتي، وإذا كنت عازم صديق لقلي بدي يمنعني من شرب مبيد ببقى بدي هالقصة. فهيدي هالأقلية عم يوصلوها. لا بتعرفي انه اكثر من 90% اذا بدك تستفتي مزبوط من اللبنانيين من المسيحيين هن على قناعه باللقاء الارثوذكسي. بتاسف اني اقول هالكلام بس هذا واقع الامر. اذا بدك اني يعني معلش المسيحيه عم بيقول لك نحن قديش حيكون عددنا سنه 2050 الى يعني تناقص مستمر طبعا. فهذا الموضوع اصبح يعني حكما هالجو اللي انحط بهذه المنطقه. كل قطيع صفة يعني عرفت كيف حاولوا وخيفين من القطع. طيب مع الوز إذا بدي أرجع على الموضوع، يعني اليوم في نشرة جريدة الجمهورية لائحة ب 18 شخصية معرضة للاغتيال من 14 أذار يعني هي بكاملها. هل تتحمل الحكومة مسؤولية يعني أي اغتيالات يمكن أن يعني هل يمكن أن تتحمل هذا العبء؟ يعني ماذا لو فعلا صحت هذه التوقعات و صحيح. شاهدنا مسلسل متوالي يعني كما حصل في العام 2005. حكومة يلي هي بتأملين فيها حكومة المحايدين، حكومة التكنوقراط، لن تمنع هذه الاغتيالات برأيك؟ لا لا نحن رح نقبل فيها، ولكن هل تتحمل مسؤولية الاغتيالات في حال حصلت لحكومة للنوع الحكومات التي تطرح من الفريق الآخر؟ يعني نربط الاغتيالات بالحكومة ربط غريب عجيب من بعد يعني إذا بدك تجربة عمرها أكثر من 30 سنة. نعم. هل تحملت حكومة معنوية. الرئيس السنيورة أكثر من 12 اغتيال ومحاولات اغتيالات تحملت مسؤولية؟ هي كانت مستهدفة هي طيب الحكومة قلبي. كان رئيس سنيورة على أيضا لائحة اغتيالات بهذيك الفترة تماما، واليوم كمان عم نسمع أنه كمان رئيس السنيورة، بس أنه رئيس السنيورة بحس حاله مرتاح أكثر وحياته مؤمنة أكثر وبيوصل يعني على أمن في لبنان أكثر. إذا في حكومة حيادية يعني بدل هذه الحكومة. طيب معالي الوزير، يعني البعض بيشبه المرحلة لمرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. بوقتها يعني قدم الرئيس كرام استقالته رغم أنه ما كان يعني هو له علاقة ولا مسؤول بهذا الموضوع، ولكن هيك يعني شعر أنه لا يمكن أن يبقى يعني على رأس وإلى هذه الحكومة. وإلى ماذا أدت استقالة الرئيس كرامي؟ هل أدت استقالة الرئيس كرامي إلى يعني اغتيالات أقل من بعد استشهاد الرئيس الحريري؟ هل أدت إلى أمن أكبر؟ هل أدت إلى يعني اقتصاد أفضل؟ فمرقنا بالمراحل حقيقة يعني ما بيسوى دائما 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 نحمل حكومة معينة ما يخرج عن نطاق مسؤولياتها. منحمل حكومة معينة سياسة اقتصادية خطأ على أبوعده، ومن هون كانت الدعوة للهيئة الاقتصادية بتحملونا مسؤولية السلسلة
نكون قد أخطأنا أو بتحملونا ونحن مش مقتنعين أننا مخطئين بهالموضوع يعني. بتحملونا موازنة، بتحملونا قرارات اقتصادية، بتحملونا قرارات أو مشاريع قوانين رفعناها أو مراسيم أصدرناها، وبعتقد احنا يعني عندنا ريكورد بمراسيم نسبة للحكومات السابقة على رأسي. أما نقول روح أنت هاي حكومة تنتلي أوتيلات لبنان وبيمشي الحال وبطل في انتقالات، على الأقل يمكن تتأمل مرحلة انتقالية. يعني مثلا بال 2005 أتت حكومة الرئيس ميقاتي، شكلت نوع من مرحلة انتقالية، وصلتنا إلى انتخابات. يعني ما كان بالإمكان أن تقوم حكومة الرئيس كرامي مثلا. ما بتشوف أنه المرحلة مشابهة؟ لا بالعكس، أنا بشوف أنه كمان هالحكومة مثل ما قلت لك، إذا ما عنا الرئيس ميقاتي يجب أن نبحث إلى شخصية، على شخصية مثل الرئيس ميقاتي لنسلمها هالفترة الانتقالية يلي فيها تعديل. معلش سيدتي، مين عم بيعطل عمل هالحكومة؟ خلينا نبلش بقانون الانتخابات. كل محاولة للخروج بقانون انتخابات أكثر عدلا وتمثيلا أكثر لكل الفئات الموجودة على الأرض اللبنانية، مين عم بيوقفها؟ مين عم بحط عصب الدولي؟ تعتا تسمي الاشياء باسماء الفريق الاخر. لا هون مشروعكم بيقول، بتقول 14 اذار يلي هي مع كمان النائب جنبلاط انه لا يصلح، وهو يعني مفصل على قياس اطراف هذه الحكومه واطراف مشروعنا من اذار. مشروعنا لا يصلح، مع انه مشروعنا كله الفريق المسيحي اللي عم بيقول كان هو ممثل باجتماعات بكركي وموافق عليه. نحن عم نقول مش متمسكين بمشروعنا، 13 دائره، 15 دائره، 17 دائره. المشاريع الاخرى اللي انعرضت مثلا 50 دائرة او البقاء على 60 او تعديل، كل هالمشاريع كلهم مرفوضين. هل مرفوض انه نقعد اليوم مقاطعه الحكومه ومقاطعه مجلس النواب؟ هل مفروض انه نقعد او ما نقعد لنقول تعوا لنطلع بقانون كلنا قابلين فيه؟ فبالتالي اليوم عم نقول سنقف على التابوت، بيحكي مع التاني بيموت. عرفتي كيف بيتحمل البلد استمرار مقاطعه 14 اذار؟ يعني هذا النوع من العصيان السياسي إذا جاز التعبير. سيدتي مقاطعة وقت اللي كان 14 أدار حاكمين، ما في ما أتذكر مثلا الحملات من حب الحياة والاعتصام وشر الاعتصام وسنبقى فيه. يعني اليوم عم بيرجعوا كل اللي انتقدوا يعملوا هني. هيدي المقاطعات مش باللعبة الديمقراطية، اسقاط الحكومه بالشارع بيدفعوا عنه انه هذا عمل ديمقراطي، ما زال ما دام تحت سقف القوانين على راسي على راسي. اما موضوع المقاطعه وعدم اشتراك حتى باجتماعات لجان مجلس النواب، هيدا بطلت مقاطعه. مش رح يكون تاثيرها عمليا على مجرى العمل السياسي بلبنان سيدتي هيدا، اذا استمرت يعني وبقيت الحكومه وبقي العصيان؟ عمل يائس، وعمل ما برايي سيؤدي الى اي شيء. هيدي مجرد مقاطعة، ما هني جربوا الفريق الآخر يعني حزب الله ونحن وكلنا جربناها مش هيك، وطعنا الحكومة واعتصمنا، والرئيس بري كمان أوقف عمل مجلس النواب. مين ربح؟ لا نحن ربحنا ولا هني ربحوا، لا المقاطعين ربحوا ولا حدا ربح، الخاسر الوحيد هو لبنان والشعب اللبناني. فهالفورمول تجربت وتجربت منا نحن، ولا تخزيني بالكلمة تطلع أصبعنا بدينتنا. يعني ما تبنا عملنا شيء خالص بهذا الموضوع. جهود رئيس الجمهورية رح تؤدي إلى نتيجة برأيك ولا ستصطدم في حائط مسدود؟ يعني على ما يبدو من مواقف مسبقة، جهود بمحلة 100%. تصرف فخامة الرئيس وتصرف رئيس البلاد يلي كلنا بعتبره حكيم وبمحله، أتمنى العودة إلى المنطق. شو بما انه بدي رجعك العوده الى المنطق. ايه نعم، بس بدي رجعك لشغله. كل اللبنانيين بقطع النظر شو بيقول الوزير عبود وشو بتقول انت وشو بيقول كاي انسان، كل اللبنانيين مقتنعين انه هيدي التركيبه كلها بتجي من برا. انا عندي نظره خاصه لموقف المملكه العربيه السعوديه، وهو انه سياسه المملكه العربيه السعوديه هي سياسه، اذا بدك بلت، هي أحسن، هي سياسة ما بتحب توصل إلى المجابهات، وهي سياسة يعني ما فينا ننكر أنه عين السعودية دائما على لبنان، وهي عين الصداقة، مش ما قصدي يعني بطريقة سلبية.
أنا بعتقد الحوار اللي هلأ يعني سيجري في السعودية مع رئيس الحريري وكمان الرئيس سنيورا و14 أدار سيؤدي إلى كومبروميز، سيؤدي إلى يعني شو بنود؟ بنوده أنه اليوم عم نتخانق على موضوع عمر هالحكومة 5-6 أشهر. المهم بالموضوع نطلع بقانون انتخابي يقنع اللبنانيين أنه كلكم رح تكونوا ممثلين بطريقة عادلة. يعني هذا ما يريده السعوديون؟ سيدتي هيدا مقدمة، خليني أحكيك كلام ما لا يجرؤ أحد من السياسيين على الحكي فيه. هيدي مقدمة لتقسيم. إذا ما جرت الانتخابات حدا واعي من هاللبنانيين شو بيصير إذا ما جرت الانتخابات؟ حتما بدنا نرجع على التركيبة خلال الحرب شرقية وغربية. إذا ما جرت الانتخابات في لبنان بيكون هيدي ساعتها بنفهم الغاية من استشهاد اللواء وسام الحسن والغاية من كل هذا اللي عم بيصير. هيدا موضوع هل قد خطره؟ هل استوينا؟ يلي عم بيخطط لنا هل بيعتبر انه استوينا؟ نار خفيفة نار خفيفة، اول للنار شوي، هلا بيعتبر انه استوينا ليطلعوا المسيحيين يقولوا الخي اناف از اناف، نحن خلونا. يعني هدف اول تامين اجراء الانتخابات في كيف لكان في موعد. وانا يعني بقول انه في وعي سعودي يشوف هالموضوع هذا. يعني وقت عم نحكي الدخول بالمجهول، شو الدخول بالمجهول؟ الدخول بالمجهول هي يعني سياسه الامر الواقع. وليكي في كتير من السياسيين هذا اللي بدهم اياه، هن بيعتبروا لانه هن قوتهم طالعه من الغريزه، من غريزه ناسهم، فبالتالي بيعتبروا انه سنصل الى يعني تقسيم حتمي. من بضل في ليره لبنانيه على راسي، بضل في جيش لبنان على راسي، بس بنرجع لتركيبه حقيقه. اذا ما جرت الانتخابات باستحقاقها يعني بلش فرط، يعني هذا اول او مش اول رابع او خامس مسمار بنعش لبنان يلي نحن بنعرفه كما هو. اسمح لي معلش، هون خطر القصه. ومن هيك انا بعول انه في ناس يعني عندهم منطق ما يسمحوا لهالموضوع يتمادى بهالشكل. نعم، رح تابع معك معالي الوزير، ولكن اسمح لي نطلع اكثر على موقف 14 اذار بشكل اساسي على موقف حزب الكتائب اللبنانيه مع نائب رئيس حزب الكتائب استاذ سجعان قصدي. صباح الخير استاذ سجعان. خير مدام كاترين ولمعالي الوزير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك استاذ سجعان. يعني 14 اذار في نوع من اجماع من الطرف الاخر انها تخوض نوع من مغامره سياسيه قد تؤدي بالبلد الى فراغ سياسي والى ما لا تحمد عقباه، نظرا الى انه المطلب الاساسي وهو اسقاط حكومه الرئيس ميقاتي يبدو غير قابل للتحقيق حاليا. مدام شو تعليقك؟ المغامره السياسيه لبل المغامره الوطنيه هي بإرسال طائرات من دون طيار داخل الأراضي الإسرائيلية، هي إرسال مقاتلين إلى سوريا للمشاركة في القتال وفي الحرب، هي عدم تنفيذ القرار 1701، هي عدم تحقيق الإنجازات اللي وعدت فيها الحكومة في بيانها الوزاري، وعدم وجود تضامن وزاري، وعدم تسليم المتهمين للعدالة. هذه بسموها مغامرة. أما أن يطالب فريق سياسي اليوم 14 أدار قد يكون غدا 8 أدار باستقالة حكومة وتأليف حكومة أخرى، فهذا أمر طبيعي في الحياة الديمقراطية. يعني مغامرة أستاذ سجعان عفوا انطلاقا من كون أن الظروف غير متوفرة حاليا لإسقاط هذه الحكومة على ما يبدو. الظروف غير متوفرة لإسقاط الحكومة أو لتغيير الحكومة؟ يعني إذا كان أساسا مدام مع تقديرنا لدولة رئيس الحكومة يلي قدر يعمل برئاسة الحكومة ما يستطيع أن يقوم به شخصيا، ومع تقديرنا لبعض الوزراء يلي قاموا بواجباتهم ومنهم ضيفك الكريم الصديق فادي عبود، نحن نعتبر انه هذه الحكومة اساسا اتت في ظروف لم تكن ديمقراطية 100%، ومنذ تأليفها نحن نطالب باستقالتها، وكلما حصل تطور امني او سياسي او اقتصادي او اجتماعي كنا نصدر بيانات ونطالب باستقالتها، ليس الأمر بجديد. ولكن اليوم الكيل طفح، وأعتقد أننا
أمام مسيرة جديدة، مسار جديد لتغيير حكومي. نتمنى هذا المسار أن لا يأخذ وقتا، وأن ينجح فخامة رئيس الجمهورية في تأمين انتقال سلمي للسلطة من حكومة تمثل فريقا واحدا إلى حكومة تمثل كل مكونات لبنان، يعني حكومة وحدة وطنية. هل كنتوا عم تطالبوا بحكومة محايدة يا أستاذ سجعان؟ نحن في الكتائب منذ اليوم الأول ومنذ سنوات نطالب بحكومة إنقاذ وطني، واليوم أكثر من أي يوم مضى نؤكد ونجدد تصميمنا، لحظة تصميمنا على تأليف حكومة إنقاذ وطني. ما المقصود بإنقاذ وطني؟ لأن اليوم الرهان ليس فقط تأمين حصول الانتخابات النيابية التي نصر على إجرائها في موعدها المناسب وحتى قبل موعدها إذا كان ذلك ممكنا، إنما رهاننا على الحكومة المقبلة هو أن تعمل على إنقاذ لبنان، هو أن توحد القادة اللبنانيين الأساسيين من كل المكونات الفكرية والدينية والطائفية. للتوضيح أستاذ سجعان، لنقل لبنان من حالة الانقسام، من حالة الانحياز، من الذهاب سريعا نحو الانفجار إلى الاستقرار والسلم والوحدة الحقيقية. طيب حكومة إنقاذ يعني شو؟ حكومة وحدة وطنية يعني بنفهم منك؟ حكومة أقطاب يعني المقصود فيها؟ لأن سمعنا أكثر من مسؤول كتائب تحدث عن حكومة أقطاب، وهل أنتم بهذا الموقف تتميزون عن بقية أقطاب أو قوى 14 أذار؟ نحن نعتقد أن الحل الأنسب لهذه المرحلة هي حكومة إنقاذ وطني تضم أبرز الشخصيات الوطنية، يعني هيئة حوار مختصرة. نعم. هيئة حوار. هل هكذا مختصرة حكومة تحمي لبنان من الاغتيالات؟ يعني أولا لا شيء يمكن أن يحمي لبنان من الاغتيالات بالمطلق، ولكن على الأقل حين يكون كل الأقطاب الأساسيون موجودون على طاولة مجلس الوزراء لا يعود أي فريق يسمح لنفسه بارتكاب أي أعمال، علما أننا لا نتهم فريقا لبنانيا بأنه وراء اغتيال اللواء وسام الحسن، هذا الأمر متروك للتحقيق، ولكن التحليلات السياسية والواقعية الأولية تشير كما أعلن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب مئاتي وفخامة الرئيس ميشيل سليمان إلى ارتباط عملية اغتيال الشهيد وسام الحسن بشبكة ملف الوزير سماحة المملوك. طيب سؤال أخير أستاذ سجعان لو سمحت، يعني سمعنا أن الرئيس جميل يعني قدم نوع من اللوم للسفيرة الأمريكية على الموقف الذي صدر عن السفراء الأجانب مجتمعين مع الرئيس سليمان، ماذا سمعتم من السفيرة الأمريكية وهل تعولون على تغيير ما على في هذا الصعيد؟ قرأت أشياء كثيرة هذا الصباح حول هذا الاجتماع وكنت موجودا فيه. الحقيقة أن الرئيس جميل لديه موقف مبدئي، هو أن التغيير في لبنان والانتخابات في لبنان والسياسة الداخلية في لبنان هي شأن داخلي ولا علاقة لا للسفراء ولا للدول العربية أو الأجنبية. ومن هذا المنطلق استغرب الرئيس جميل أن يتخذ السفراء موقفا ما حيال مجريات الوضع الحكومي، ولكن بالحقيقة لكي أكون موضوعيا إن السفراء الذين التقينا بهم وفي طليعتهم السفيرة الأمريكية والسفير الإنجليزي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة أكدوا بشكل واضح بأنهم لا يؤيدون لا بقاء ولا رحيل الحكومة، إنهم يؤيدون الاستقرار في لبنان، لا بل إنهم يعتبرون أن هذا الأمر شأن داخلي، وتطور موقفهم لاحقا بأن إعادة تشكيل حكومة جديدة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار. نعم، شكرا لك نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سجعان أزي، أهلا وسهلا فيك. برجع لك مع الوزير، عندك شيء تعليق على هذا الكلام؟
أولا بتشكره للصديق سجعان أزي. طبعا يعني عندي عدة يعني الحكومة التي لم تسلم المتهمين للعدالة، هل الحكومة اللي جاية في يضمن حدا أنه رح تقدر تسلم المتهمين للعدالة؟ إذا حدا يعني بيصدق من اللبنانيين هالموضوع ما بعرف. إنجازات الحكومة هون فينا نحكي يعني إذا بدك بالستاتيستيك، يعني حقيقة هذه الحكومة مقارنة مع الحكومة السابقة كان عندها إنجازات بعدد الاجتماعات، بعدد المراسيم، بعدد القوانين اللي رفعتها إلى مجلس النواب، قد تكون من الأفضل بتاريخ لبنان. بالمواضيع اللي يعني عم تتهم فيها هذه الحكومة يلي برأي البعض يجب أن تستقيل لواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما بعدت في ضمانة من أحد أنه الحكومة يلي رح تجي وهي حكومة، طبعا في نظرة من حزب الكتائب تختلف كليا عن الحلفاء، حكومة أقطاب وما يسمى بالإنقاذ الوطني. فأنا شخصيا بعتقد أنه هيدي قد تؤدي إلى تشابك على طاولة مجلس الوزراء وإلى تعطيل أكثر من إلى تفاهم، لأنه في مراحل بهالظرف، لأنه في الاختلافات بالرأي. يعني إذا بدها تنطرح طائرة أيوب على مجلس وزراء بوجود الأقطاب، في قسم اللبنانيين بيعتبروا أنه هيدا عمل مقاوم وعمل نوعي، يعني مثل طاولة الحوار رح تصير، يعني أشبه بجلسات طاولة الحوار. إذا انتبهت مفروض أنه يكون مثلا اجتماعات تنقول كل شهر، بدروح وقت ست أشهر مش قادرين نجمعه. فتصوري أنه هالصورة تنتقل إلى مجلس الوزراء، وشوف يعني بالظرف الاقتصادي، يعني ما حدا منتبه أنه اليوم نحن عم نعمل إصدار بمليارين دولار، وعادة بتبقى المصارف واقفة بالصف تشتري الإصدار، مش واقفين بالصف العالم. ما حدا عم بيوعى على هالموضوع، ما حدا عم بيوعى على الموضوع أنه في 30% من صادراتنا الصناعية متراجعة بشهر آب 30%. فهيدا الموضوع هو الموضوع الأهم، وحصر كل مصائب لبنان وكل الوضع اللي احنا مارقين فيه بتغيير حكومي. هو أنا منو قانعني نهائيا، ما بعرف قديش من اللبنانيين على قناعة أنه تغيير الحكومة والحل السحري ينقذ الوضع، لإنقاذ الوضع. نعم. اسمح لي توقف مع فاصل إعلاني مع الوزير، من بعده رح أحكي بشكل مفصل بالوضع الاقتصادي، خصوصا يعني موقف الهيئات الاقتصادية اللي من أسبوع تقريبا دعيوا لاستقالة الحكومة، رجعوا وكأنه يعني الموقف تغير. رح نحكي بالتفصيل بهذا الوضع، بالوضع السياحي أيضا وكيفية تأثره بكل ما يجري من تطورات أمنية وسياسية. بعدين أنا كثير حبيت الكلام الأستاذ أزي بما يتعلق بدور السفراء، يعني المفروض هذا موضوع الحكومة ما يتدخلوا فيه. بس نطلب من الأقطاب ما يجتمعوا على الأقل معه. علناً نطلب من الأقطاب ما يجتمعوا معه، يأخذوا رأي بالموضوع. يعني صار اللبناني العادي حاسس أنه تأليف الحكومة أو استقالة الحكومة أو حكومة جديدة بإيد الغرب، وقفة شو بيقولوا الأمريكيين أو غيرهم يعني المجموعة. نعم، اسمح لي توقف مع فاصل إذن، ومن بعده منتابع، خليكم معنا. برحب فيكم من جديد مشاهدينا وبتابع برنامج الحدث مع ضيفي وزير السياحة فادي عبود، مع الوزير الوضع الاقتصادي. رح انطلق من موقف هذا الموضوع اللي بحبه، الموقف الهيئات الاقتصادية يلي كتار توقفوا عنده، خصوصا انه دغري غدات اغتيال اللواء وسام الحسن، خرجت الهيئات ببيان تطالب فيه باستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتحذر من الوضع المتفاقم والمأزوم، وفيما بعد اصدرت بيان اخر يعني مختلف تماما عن البيان الاول، اذا صح التعبير وكأنه بيان تصويبي للبيان الأول. نعم، أكيد حضرتك مطلع على هذا الموضوع، فشو حقيقة ما جرى ولماذا هذا التباين؟ خليني إذا بتسمح بس يعني أذكر للي ما بيعرفني، أنا طالع من رحم الهيئة الاقتصادية، فبالتالي يعني أنا مطرح ما أنا موجود يعني وصلت، لأنه أنا كنت عضو رئيس جمعية صناعيين، وبالتالي يعني موقف الهيئة الاقتصادية والهيئة الاقتصادية تعني لي كتير. نعم. وأنا بعد بعتبر أنه هي صمام الأمان الاقتصادي، وبالنتيجة الأساس هو الاقتصاد. نعم. بعكس ما بيصوروا لك الصور. فسر لنا إذن ماذا في جرى؟ عدة عيوب في بالموضوع. اجتماعي. أول شيء الدعوة إجت لفخامة الرئيس ليقبل استقالة الرئيس ميقاتي، بس الرئيس ميقاتي ما قدم استقالة لفخامة الرئيس. هاي صورة كمان لتشويه صورة الرئيس ميقاتي في الشارع السني، إنه هذا طلع قدم استقالة، عرفت كيف؟
فبالتالي انه يعني الرئيس اللي هو جبته، بس مش هذا الواقع. الواقع انه تشاور مع فخامه الرئيس، طبعا كانت توجيهات فخامه الرئيس واضحه بهالموضوع، التريس العيب الثاني الشكلي اللي هو اساسي كتير، انه حتى الهيئات كل هيئه بهيئتها اللي يكون موقف بهالحجم هيدا وموقف سياسي اكثر من موقف اقتصادي، على كل اذا بده ياخذ موقف من هالنوع كل هيئه بدها تدعي مجلس ادارتها، وبده مجلس ادارتها ياخذ قرار بطلب من الحكومه الاستقاله. لم يحصل هذا، لا طبعا لم يحصل. في عندك هيئات اساسيه، جمعيه مصارف، جمعيه صناعيين، هيدي هيئات اساسيه. معلش جمعيه الصناعيين كانت هي رئيسه الهيئات الاقتصاديه على مدى سنين وعقود، فبالتالي بغياب جمعيه المصارف وجمعيه الصناعيين كمان هذا عيب ما بيجوز. وما بعتقد حسب معلوماتي انا انه كانوا مؤهلين اللي حضروا عن رئيس المصارف ورئيس الصناعيين انه ياخذوا هاي القرارات. وهي القرار مثل ما قلنا شكلا لازم كل هيئه تجتمع بمجلس ادارتها وياخذوا قرار بهالحجم. هذا الموضوع الاهم. هلا طلع من الشكل تنفوت الى المضمون. يعني مرقت الحرب كليتها سوا، لم تنقسم الهيئات الاقتصادية، مرق كل اللي مرق، تحولت الهيئات الاقتصادية أو جهة سياسية سيطرت بأكثرية الهيئات الاقتصادية لأسباب مش وقت بحثها هلأ، بس أسباب في منها ديمقراطي وفي منها منه كتير ديمقراطي. وبقيت الهيئات الاقتصادية نائية بنفسها، نحكي باللغة الدارجة، نائية بنفسها عن الموضوع السياسي. حتى عند استشهاد الرئيس الحريري ضل في ناس عم ينتبهوا. يعني الرئيس الحريري يعني إذا بدك تكون في موقف يعني باتجاه هالمصيبة اللي حلت على البلد، واحتراما لمقام الرئيس الحريري، مش لازم البلد يفرض. فهالموقف هيدا ترجم يعني إلى أن جينا أخيرا وشفنا موقف بحث سياسي. طبعا هجوم على الحكومة بآراء الاقتصادية بموازنتها بسلسلتها بكل مشروع هيدا، وهي شغلة الهيئات الاقتصادية اللي بيميز. كنت بتاخدي بيان صادر عن الهيئات الاقتصادية، بتاخدي هالبيان بتلاقي فيه بيان فيه كلام واضح وصريح، كلام يصرف في المصارف باللغة الدارجة بيقولوا بتصرفوا بالبنك، يصرف بالمصارف لأنه كلام اقتصادي. نحن ضد مثلا هالموازنة الضرائب اللي انتم مقترحينها الأسباب التالية، نحن ضد سلسلة الأسباب التالية. تحول كلام وتكلم أهل السياسة نحن فينا نحكي اللي بدنا إياه، عرفتي كيف؟ نحن سياسيين. أما الهيئات الاقتصادية ما لازم كانت أبدا تفوت بهالأتون يلي هو الكلام السياسي. نعم، هن يعني بيان وكأنه دق ناقوس الخطر، انه حتى الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل بقاء هذه الحكومه. هون ناقوس الخطر واجباتهم يدقوا، وناقوس الخطر المرتبط بالارقام. بس طبعا وقت اللي بيقولوا يعني ما في نمو مش صحيح، وقت اللي بيقولوا نزلت الايداعات بمصرف لبنان مش صحيح، عرفتي كيف؟ اما دق ناقوس الخطر بالموضوع الاقتصادي حقهم، ما حدا عم يحكي بهذا الموضوع. اما ربط كل هذا الموضوع الاقتصادي باستقاله او عدم استقاله الحكومه، يعني هل المسؤولين ورؤساء الهيئات مقتنعين انه اذا راحت حكومه المئات اجت الحكومه الحياديه تفرج اقتصاديا؟ انه يعني بيوقف سلاح حزب الله بيتسلم وبيوقف وبتنتلي الاوتيلات، هذا كلام سياسي مش كلام واقع اقتصادي. نعم. طيب بغض النظر عن موقف الهيئات، هل فعلا يستحق الوضع الاقتصادي مع الوزير دق ناقوس الخطر؟ سيدتي يعني الوضع في أي مرحلة من الانهيار الاقتصادي؟ الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم دقيق. السبب الأساسي هو حالة المنطقة إقليميا يلي عم بيصير فينا. أما اليوم يعني ربطوا هيدا بسياسات حكومة الرئيس مئاتي في ظلم وغير واقعية وغير حق. طيب دقيق يعني شو بتعني بدقيق؟ قدي دقيق سيدتي؟ دقيق بمعناتها اليوم قبل الاغتيال اللواء وسام الحسن كان تقريبا الاوتيلات في 40%، كنا متأملين على 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 العيد نوصل لل 70-75%. طبعا اليوم الفنادق بحال يرثى لها، اذا شفت العالم كيف كانوا تاركين يعني. بس هيدا الشيء مرتبط بهالاغتيال بهالهزه اللي اصابت لبنان يعني، واصلا كان قليل طبعا اصلا يعني قبل الاغتيال كمان ما كان كيف لكان يعني. اليوم اللي عم بيصير بالقطاع الصناعي
اللي أنا بقيت على فترة 15 سنة بشر إنه واصلين لهون. صرنا ببلد كلفة الطاقة فيه معدلة 10 أضعاف 10 أضعاف. يعني تنقول ما بعرف تصنيع هيدي العوينات في طاقة مثلا بدولار، بتكلف دولار بالإمارات، بتكلف دولار بالسعودية، بتكلف دولار بكل هالبلدان اللي احنا ماضيين معهم اتفاقات تجارة حرة. بلبنان 10 دولار. فدعم هيدي مش سبب سياسات حكومة الرئيس مئاتي، هيدا سبب سياسات 15 سنة أخيرة، تراكم سياسات اللي نعمل بهاي الحكومة للقطاع الزراعي ما عملته أي حكومة بالعشرين سنة الأخيرة. والقطاع الزراعي يعني نحن هلأ بأول شهرين من الموسم مصدرين تفاح تقريبا أكثر من 20,000، يعني نسبة لسنة الماضي وسنة اللي قبلها في ارتفاع بتصدير التفاح، مع أنه التأس ما كان موسم جيد جدا يعني، بس هيدا مثال تعطي. سو الجو الاقتصادي مرتبط بالوضع الإقليمي، شيلوه كله وربطوه بحكومة المئاتي بالهيئات الاقتصادية، هيدا ظلم. أكثر من هيك الهيئات الاقتصادية وعلى رأسها موضوع الغرف، الغرف هي يعني هي من الهيئات الاقتصادية، ولكن في وصاية عليها رسمية من وزير الاقتصاد يلي معينهم وزير الاقتصاد بالهيئات، عملوا روح استقيل. حلو كتير هاي، عرفت كيف يعني، في ناس بيمثلوا الدولة. فهيدا موقف باعتراف كل العاقلين بالهيئات الاقتصادية انه كان مسيس 100%. وبتمنى معلش يعني في بعض الأصوات الصناعيين كانت كتير مزعوجة من هالمواقف، اجت لعندي لازم يصير في جمعية صناعيين تاني، اتحاد الصناعيين، قلت له شو عم تحكوا انتم معي؟ انتم عم تقولوا لي اقتل ابني اقتل بنتي؟ جمعية الصناعيين وكل إنسان خدم بهالهيئات بيعتبر وحدة الهيئات شيء مقدس مقدس مقدس، وبطلب من جميع الفرقاء السياسيين شيلوا ايدكم عن الهيئات، تركوا الهيئات الاقتصادية تتصرف بحرية وما تكون مع حدا من السياسيين. البيان الثاني صوب الأمور بشكل كامل برأيك أو يعني تجميلي فقط؟ لا لغة الهيئات الاقتصادية دائما هيك، لغة الهيئات الاقتصادية مش لغة هجوم وحروب الاستقرار هو أساس. طبعا البيان أتى على شاكلة البيانات اللي كانت تصدر دائما عن هيئة الاقتصاد. حكينا أكثر عن السياحة مع الوزير، يعني شو الوضع السياحي بلبنان؟ قديه هو متدهور؟ ما يجري في سوريا؟ ما يجري في لبنان؟ الانقسام السياسي؟ الاغتيال الأخير؟ يعني كل هذا الوضع بعد فينا نحكي عن السياحة بلبنان؟ سيدتي إذا أنا بدي قارن مثلا السياحة في لبنان مقارنة مع مصر، طيب بتقولي لي إنه مصر مرقت بمرحلة هلأ في تنقول استقرار، وضعي أفضل بكتير بكتير من مصر، وضعي أفضل بكتير بكتير من تونس. يعني حتى إسرائيل وقبرص اللي هن بلدين لا علاقة لهم بالمنطقة لا علاقة لهم بالعالم العربي نازلت الأرقام السياحية، ولكن أنه نصور في انهيار شامل وكامل وتام وكل الفنادق عم بتسكر وكل هيدا، كمان في شوية مبالغة من باب استقالة الوزارة هاي الغنية. بس قديه تراجعت السياحة؟ بعطيك أرقام قلبي، رح بعطيك أرقام. يعني أول شيء بعدد السواح طبعا عنا نقص، لأنه خسرنا 300,000 سائح كانوا يدخلوا إلى لبنان برا، خسرنا هون تقريبا بمعظمهم. بس بحب يعرف المشاهد أنه نحن ما منعد السائح السوري، السوري اللي بيفوت على لبنان إن كان سائح أو إن كان عامل أو إن كان موظف أو كان شو ما كان يكون، ما منعده بإحصاءات السياحة. إذا بدي عد السائح السوري يمكن يكون أرقام السنة مثل أرقام سنة الماضي. أرقام السنة ناقصة بأول 9 أشهر من السنة، ناقصة عن سنة الماضية بحوالي 11-12% ناقصة الأرقام، ولكن أرقام المطار مرتفعة عن سنة الماضي. بس الخسارة الأساسية جاية من البر، من البر. الوضع ممكن يكون أفضل. أرقام المطار مرتفعة عن سنة الماضية صحيح. فطبعا يأتي المفسرين ومنهم أركان بعد أركان الهيئات الاقتصادية لأنه حقيقة يعني هودي اللبنانيين اللي عم بيجوا، حركة المطار مرتفعة لأنه العالم عم تهرب من لبنان. طب والمجي بقى، يعني الوضع مش وضع كاتاستروفيك مأساوي وانتهت البلد. بس بتفرق مع الوزير عفوا إذا إجا مغترب ولا إجا سايح؟ يعني المغترب حينام عند أهله ما رح يستعمل أوتيل، ما رح يعني حركة الأوتيلات لا 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 مثلا لا لا حركة لا المطاعم لا 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 لا. الحركة السياحية الشاملة غلطانة كتير، وهيدا كمان الصورة اللي عم بيصوروها. المغترب ينفق
أضعاف وأضعاف السائح مع المغترب. شو فرق بالمصريات؟ شو بدك بالجنسية؟ أنا دور السياحة جيب مصاري من خارج لبنان دخلهم على سوق لبنان على المطعم على الأوتيل. طيب نعم السائح أو المغترب ما بينزل بالأوتيل، بس المغترب اللي جاي على لبنان حتى الموظف اللي جاي من الإمارات لتنعطي مثل أو من قطر بيفوت على لبنان بحط بشهره 10-15 ألف دولار هيك، لأنه معلش بهذا كمان جايب معه مصاري رابحهم من وظيفته من شغله من عمله خارج لبنان عم يصرفهم بلبنان. هيدا المال مال مهم، لأن ما في فرق أبدا بينه قد يتغير أنه هيدا بينفق يمكن بالمطعم أكتر ما بينفق بالأوتيل. إيه صحيح بيزل بيعمل شوبينج عند بالبوتيكات الموجودة ببيروت نعم، وبمبالغ لا بأس بها أبدا. فالمقيم خارج لبنان هو سائح، والسائح بالمناطق اللبنانية هو سائح. سو السائح بجنسيته مش هو الأساس بإنفاقه في 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 لبنان، سيما وقت اللي بيكون جاي من بصرياته من خارج لبنان. يعني السائح الداخلي والسائح الخارجي بيفرق، بس جنسيته الخارجي جنسيته مش مهمة، المهم إنفاقه في لبنان. نعم الإنفاق نازل طبعا، نحن نحتكم على الموضوع بالإنفاق من خلال أرقام اللي بتجينا من الجلوبال بلو يلي هن بيرجعوا التفئة في يعني نازلة عن سنة الماضية، بس مش بأرقام على ما أعتقد 6% بالنسبة للمشتريات. الضربة يلي كانت كتير قاسية على لبنان هي مقاطعة دول الخليج. صحيح دول الخليج بالأرقام يمكن بشكله من سياحتنا 25-30%، ولكن بالإنفاق بالشوبينج يعني نرجع للإنفاق عن هن الأوائل ايه بشكله يعني فوق 50% من الإنفاق بالشوبينج. لأنه نحن كمان مصروف السائح الأجنبي اللي بيشتري بيت في لبنان نعتبره هيدا كمان بالإنفاق السياحي، مش إذا أجا عمل مشروع تجاري، لا إذا أجا اشترى بيت مثل كأنه اشترى سيارة أو بيت، هذا كله بنعتبره نحن بالإنفاق السياحي. فإنفاق أهل الخليج أساسي. هلأ بكل وضوح بكل صراحة عم بحكيها على الجديد، هل حدا مقتنع من اللبنانيين أنه كان المقاطعة الخليجية هي مقاطعة بحت مرتبطة بالموضوع الأمني؟ نحن بنعرف انه وصلوا السفارات في لبنان يتلفنوا على الفنادق، يبعثوا مبعوثين على المطار لجاي يرجعوا، فهيدا كان من ضمن الضغط المقاطعة السياسية يعني. حتما حتما سيدتي حتما، لانه معلش يمكن مرقنا بظروف، بس اذا بدي قارن اليوم بيروت على لندن، بيروت على كان، بيروت على نيويورك، وإذا بدي أخذ الحوادث بير كابيتا حسب عدد سكان هالمدينة وعدد سكان هذيك المدينة، أخذ الحوادث الأمنية بأكد لك أنه بلندن أكتر بكتير وبنيويورك أكتر بكتير. حوادث القتل وحوادث الخطف حوادث السرقات والنشل والتعدي الجسدي كلهم أكتر من بيروت. يعني برغم كل هذه الحوادث طبعا في إعلام كان بده أنه في إعلام كان عم بيشتغل كل الصيفية للي شفناه امبارح لاستقالة الحكومة. بعد زيارة الرئيس ميقاتي إلى قطر الأخيرة يعني، ونحكى عن بدء فك ربما يعني الطوق الخليجي عن لبنان، رح يتغير شيء من بعد محاورة بعد الاغتيال، حادثة الاغتيال الأخيرة، ولا رح يبقى الانفراج على حاله برأيك؟ لا طبعا لا سيدتي، معلش يعني محاولة الاغتيال نحن تم اغتيال المسؤول الأول عن فرع المعلومات، صار شعبة المعلومات اليوم أو رح بيصير شعبة المعلومات. هيدا الاغتيال منه اغتيال يعني بسيط، وطبعا بينقز السائح البدويجي على البلد، شيء طبيعي شيء طبيعي. يعني انا كنت قايم لقيبي وما زلت يعني على فيلم هوملاند مسلسل تم تصوير باحدى حلقات هالمسلسل اسمه بحيفا او شيء بيروت از باك بشارع الحمراء، هو شارع بحيفا صحراء وجمال وبليشيات وقتل وضرب وخبيط. يعني طبعا اعترضنا وعم نجرب ناخذ البروديوسر على المحكمه بهذا الموضوع تبع البي بي سي اللي باللغه الانجليزيه كان يو هاف تو ايت يور ووردز، بدك تاكل كلماتك يعني، لانه امبارح بعدك عم بتقول انه الوضع كتير منيح. قلنا لهم كل بلد بيتعرض لاغتيالات سياسيه، والاغتيالات السياسيه لا يعني انه هن صار لهم حق يصوروا شارع الحمراء ويسموه ببيروت وبالشكل اللي يصوروا فيه لبنان وكأنه ما زال مرتع على عرفت كيف للمسلحين طبعا كل موضوع أمني أثره بينعكس على السياحة سلبا سلبا سلبا. نعم. الخطف وتسكير الطرقات وحرق الدوليب وكل هذا المنظر
أثره عاطل جدا على لبنان. بس برجع بقول لك استقالة الحكومة المئاتي ما رح تلغي هول، إذا بتلغيهم كلهم نحن على كامل استعداد نقعد ببيتنا with pleasure. بختام الحلقة معنا الوزير، جلسة 31 تشرين الثاني هل ما زالت قائمة في موعدها وبجدول أعمالها، يعني إيجاد مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، أم أنه الثورات السياسية اللي عم بيعيشها لبنان اليوم ستؤجل كل هذه الملفات؟ لم أسمع عكس ذلك، بس طبعا يعني عادة بتبلش الجلسات قبل ما نفوت ببرنامج العمل وبالبنود جدول الأعمال، يعني كل وزير له حق يعني يحكي بالموضوع اللي بيريده. فبالتالي أنا نعم أتوقع أنه الوضع الحالي، قضية الاغتيال اللي صار بعد الموضوع، رح بيكون له الحيز الأساسي من جلسة 31، ولحديت هلأ ما سمعنا بإلغاء الجلسة. نعم، أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم. شكرا. معالي وزير السياحة فادي عبود، أهلا وسهلا فيك مجددا. شكرا. أيضا مشاهدينا بشكركم على متابعتكم برنامج الحدث لليوم، وإلى اللقاء في الغد.